The f***ing king is back. أيها الشعب الكبير، أيها الجمهور العظيم، أيها المتابعين الأساطير، تجيني مطالبات كلش كبيرة أنه أنزل الحلقة التاسعة من سلسلة تجربة خدع التيك توك، وراح أقولكم ابشروا. بس قبل ما نبلش ارد اقول شغلتين. الشغلة الاولى انه هاي الحلقة التاسعة حتكون بعدها حلقة عشرة، الحلقة العاشرة حتكون الدمار، حتكون المفاجأة، تمام؟ انتظروها قريبا. الشغلة الثانية، هاي الحلقة حتكون عناد بالمضغوطين. لكن ايها الشعب الكريم، ما شوفتون اشتراكاتكم؟ اشتراكاتكم صايرة تعبانة، كل واحد يشوف المقطع ما مشترك بالقناة يحط لنا احلى اشتراك حتى ما اجي وتصير محلوة. دير بالك ها، تبارك على روحك. وبس خلينا بال ثواني، شنو هذا الصوت؟ ها؟ شنو هذا الصوت؟ لا 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 الدنيا تصحى ويا انا رجع اوف الكل هلي وارجع مش وياك خلوني وزيال انا ما اقدر بليلك انا رجع اوف الكل هلي وارجع مش وياك خلوني وزيال انا ما اقدر بليلك. اوكي حاليا حطنا الانترو. اوكي يا اخوان، اول جليتش راح يكون عندنا مثل ما تشوفون مكتوب جليتش اسطوري. خلينا نبلش الفيديو ونقول بسم الله. مثل ما تشوفون اكو واحد يرقص بالحاويات. الفكرة انه مستحيل، انا اعتقد في واو شلون كتله من ورا البرج. اوكي ممكن تنعاد اللقطة، حفظ مكانه بالضبط واجا وقف وشمر علي الطاوة. خلينا نروح نبلش. اوكي يا اخوان، حاليا دخلنا روم. الخدعة راح تكون بالضبط شباب بهاي الحاويات هنا حتى نسوي بيه الخدعة مالتنا. لازم نروح اول شي نلقاه طاوة، اللي هو اهم شي طاوة، وراح نشوف اذا هاي الخدعة فعلا ناجحة لو فاشلة. ارد القفلير، طلبة حدة القفلير، ليش لا؟ خل نروح ندور على الفلير. وينه بالهنقر بالنص؟ وينه هياتي؟ ها اوكي ثاني شباب، اذا ما لقيت فلير بالهنجر هذا بالبدايه راح امسح قناتي. با سبحان الله شلون صدفه جميل. اوكي حبايب، اللي كان مطلوب من عندنا بالخدعه هو طاوه، واحنا عندنا طاوه. نشيل الطاوه ونخليها بوضع الدتشه او وضع الشمره. احنا نريد نسوي بالضبط مثل الفيديو، فراح نروح لهذا البرج لان هذا البرج هو شام نستخدمه بالفيديو. اوكي شباب، احنا راح نجي نشوف بالضبط نفس الفيديو. راح نجي من هنا نحفظ مكانه ونفتح الطاوه. نفتح الطاوة ورب دمشتي، والله دمشتي. اوكي عرفت السر، لازم تظل تمشي، ما يصير انت واقف، لا لازم تظل هيك بالحائط وتمشي. نحفظ المكان هيجي، نفتح الطاوة نشمرها. وين جتي؟ اعطيني الطاوة. ربعي رهيبة. هو ما قال لي انه انت لازم تظل تركض يلا تشمر الطاوة. انا صراحة هاي الشغلة اكتشفتها، نجحت جي جي ورب جي جي. هاي حاليا النقطة الي وصفر للتيك توك. اليوم جامين حامي جامين اليوم جايين حامين. اوكي شباب، بعد ما نجحت عندنا الخدعة الاولى، الخدعة الثانية حتكون عندنا اسطورية ورهيبة بالمستودع، راح تفيد هواية ناس وقلتش هواية رهيب. راح نجي نشوف الفيديو انا وياكم سوية. مثل ما تشوفون واقف اللاعب صح، بضربه بالطاوة طيارة هنا، وهذا الجلتش انه بقى طاير شلون ما حد يعرف. نريد نعيد الفيديو مرة ثانية، نعيد الفيديو مرة ثانية شباب. مثل ما تشوفون قبالكم طيارة ونزل هناك، اعتقد حتكون بسيطة بس ممكن راح تتعبنا بشبرة الطاوة، فخلي نروح نسويها. اوكي شباب، مثل ما تشوفون حاليا دخلنا روم تي دي ام. الخدعة راح تكون بالضبط هنا شباب. اوكي نرجع شوية ورا. يلا وين اجت بالي اسوي حركه، التيم مالتي طيرني واكلت له بطريقه. يلا يلا وين اخي شباب، احنا حاليا نسينا كل الزين، نسينا التحدي مالتنا. نجي نوقف هنا، خلينا نرجع للتحدي، نصعد لازم هنا شباب، وراح يطيرنا التيم مالتنا فوق هناك. المفروض
اخي اسكت اسكت. عجيب. المفروض هناك احنا نطير ونبقى هناك واقفين بالهواء. يا الله يا الله يا الله. والله ناجح. يا اخي ماكو شيء تراب. يا اخي اقسم بالله ماكو شيء. لا شو هسه احنا باعوا نقدر نتحرك بحرية يعني يا اخي. هلو. وين نزلت؟ شباب حاليا قبل ما نكمل كل شيء 2-0 2-0 خلاص احنا خساره اليوم ماكو. اذا اكو لا تعادل لا فوز بس اكيد اكو فوز 2-0 يبا مع السهوله عمي بابا. الو شلبت بالسماء شلب بالسماء لاعب يسوي هيجي وصعد. اوكي شباب الجليتش الثالث راح يكون عندنا اللي لازم ناخذه حتى نعلن الفوز مالتنا فراح نجي نشوفه سوية انا وياكم. هاي بالحاويات مثل ما نشوف قبالنا ضرب صاحبه بطه وطيره فوق. طبعا هاي كل الصعبه يعني كل الصعبه فعليا مثل ما تشوفون قبالكم شباب واقف على درج راح تكون جدا صعبه وحتى تعبنا هوايه. اوكي بس هي حركه صراحه كلش رهيبه وكلش تفيد فخلينا نروح نسويها. وصلك توصل يا ابن والله انت مو مال احترام والله ذره احترام ولا صدق احترمتك. اوكي يا اخوان نعوف ذاك مال النبي خلي يولي انا اصلا ولا ضايج. راح نروح حاليا لل حاويات مطار. شباب بعد محاولات كلش عديده وكلش طويله حتى اسويها هوايه فشلت وهوايه وقعت لانه كانت الخدعه كلش صعبه بس بالاخير شوفوا شباب بس شوفوا الخدعه شلون تفيد اخوان بس شوفوا الخدعه شلون تفيد. كم مستحيل يدلون مستحيل يدلون علي المال حيتخبلون مستحيل يدلون علي المال. هاي النقطه خلاص شباب 3-0 انا فايزين رسميا. بقت النقطه الرابعه خلينا نروح له. شباب بعد ما اعلنا الفوز على التيك توك بس بقت عندنا نقطة رابعة واللي هي الأخيرة واللي راح نجيب بها 4-0 فيعني تعرفون فايزين وكذا احنا. اي نعم فخلينا نجي نشوف الخدعة. طبعا شباب هو الخدعة مسويها بالتمرين انا اقدر اسويها عادي بالجيم العادي مثل ما تشوفون هو شايل سموك وحدة. الخدعة هاي كلش مفيدة هواية هواية راح نجي نشوف ايش راح يسوي وحاليا دا يشرح. الفكرة انه شلون تضاعف السموك انا صراحة والله العظيم هاي اول مرة اعرفها اللي هي مثل ما نشوفه قبالنا انتوا احتمال ما راح تفهموها قبل بس هو راح يفتح السموك وراح ينتظرها تنفتح بايده وراح يحول الرمية من عالية الى ناصية وراح تنفتح سموك ثانيه. شوفوا شباب راقبوا 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 بعد لازم هالسموك راح ينزل رميه ناصيه انفتحت السموك. واو هاي الخدعه باختصار ما اريد اطول عليكم بلش الخدعه الرابعه حتى تجيب 4-0. اي نعم يا شباب حاليا نقول بسم الله راح ننزل وين راح ننزل باي منطقه خلينا ننزل بهاي المنطقه لا ننزل بالحيات كيفنا. وين فيكتور شو ماكو فيكتور هذا الجيم وينه خايس وين متختل اكيد لابس للبس وخاتل وينه لك فيكتور هذا والله هو والله هو شوف زيانه والله هو هذا فيكتور متختل وربي هو تعال وقف 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 لقفتك وين راح تعال لقفتك اوكي راح نضرب الفلير هنا يا شباب تمام راح نضرب الفلير هنا حتقول لي ايفر شلون حتسوي الخدعه اول شيء نجرب الخدعه انه هل هي ضابطه او لا مثل ما قال نفتح السموك ننتظره ينطبخ بيدنا تمام حيصير شيء اعتيادي راح ينفتح السموك مثل ما تشوفون راح ينفتح السموك بطريقة اعتيادية. حاليا ايش نسوي؟ نبدل الشمرة. صار عندنا سموك ثاني بنفس السموك الوحدة. شوفوا راح ينفتح. راقبوا. بس اثنين. نبدل وصار عندنا سموك ثالث. انا ليش قلت لكم راح اسويه هنا؟ حتى شنو؟ حتى ذب سموكات هواية حتى لما ينزل الفلير ما حد يجيني. ها والخدعة الأحلى بعد ادوس الغاء وبعد السموك موجود عندك. اي نعم لكننا نكون وصلنا لنهايه المقطع اتمنى يكون عجبكم اليوم هي الحلقه التاسعه الحلقه الجايه راح تكون الحلقه العاشره ما اعرف شو راح ننزل حتكون مفاجاه جدا رهيبه اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين وفعلوا زر الاشعارات وانتظروا الحلقه العاشره من سلسله تجربه الخدع التيك توك كلكم اخوكم ايفر مع السلامه.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.